دينيس سوبرون قرر الفرار من روسيا عقب إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية. لا أريد أن أقاتل لأن لا أحد يهاجم روسيا، لدي بطاقة خدمة عسكرية، لقد خدمت في الجيش الروسي في 2011 و2012، وهذه البطاقة العسكرية دليل على أنني سأستدعى للجيش مجدداً. عبر دينيس الحدود إلى جورجيا على دراجة، ثم سافر بالطائرة إلى ألمانيا وطلب اللجوء السياسي في مطار برلين. ومنذ ذلك الحين أقام في 3 مراكز مختلفة للاجئين حتى الآن، وحاليا يوجد في فينسدورف جنوبي برلين. ومن المفارقات أن المبنى يقع قبالة مقر القوات السوفيتية السابقة في ألمانيا. يوجد هنا أكثر من 10 رجال مثل دينيس، وعن سبب قدومهم إلى ألمانيا قال أحدهم: ذكرت وسائل الإعلام أن المستشار شولتز قال إن ألمانيا ستمنح اللجوء للروس الذين يدعمون القيم الأوروبية ولا يريدون التجنيد. أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لقناتنا أن الروس الذين يرفضون الخدمة العسكرية يمكنهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا، ولكن سيتم النظر في كل حالة على حدة. معظم هؤلاء الرجال دخلوا ألمانيا إما من خلال دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو بتأشيرات صادرة عن تلك الدول. ووفقاً لما يعرف باسم لائحة دبلن، يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي قدموا إليها، وليس في أي مكان يذهبون إليه. وعلى هذا الأساس تم رفض طلب لجوء دينيس، وسيتم إرساله إلى السويد. لكن ليست كل الدول الأوروبية مستعدة لمنح اللجوء للمتهربين من التجنيد في روسيا، ويخشى هؤلاء الرجال أن تتم إعادتهم في النهاية إلى روسيا.